طبعا يا حبيبي، وعملت لك السندوتشات عشان تاكلها انت وخالد. ثانك يو مام. ها ست ابتهال. ايه يا اخويا؟ ظبطت لك اللابتوب اخر تظبيط. والقصيده اشرحها لك حرف حرف. لا يا اخويا انا واثقه فيك ومتاكده، وده بقى الموبايل اللي انا وعدتك بيه، فيه كارت ومشحون يكفيك السفريه كلها. وبعد كده الكروت بقى من مصروفك. حاضر. بس ده سكند هاند. لا لا يا سيدي، لا يا ليمند اهي العلبه. ايه اوكي، هتاخد العلبه معاك ولا ايه؟ هات الشارج. في بيت منظر على اصحابه يا ماما. نروح سلم على تيتا. باي باي يا تيتا. السلام عليكم تيتا. ايوه خالد اهو نازل لك اهو. حاضر. يلا يا حبيبي خالد مستنيك تحت. نايس تريب. اوكي ثانكس. باي باي باي. بقول لك ايه يا امت؟ ايه يا بابا؟ انا رغم اللي كنت معترض على موضوع السفر ده عشان انت صغير، لكن برضو السفر فيه 7 فوائد، عايزك تستفاد من 7 فوائد كلهم. حاضر. اهم حاجه بقى تخلي بالك من نفسك، اختار الرفيق قبل الطريق، ما تسيبش ايد خالد صاحبك ده، تفضل دايما ماسك في ايده. حاضر. ما تروحش بعيد عن عين المشرف بتاعك، دايما تبقى صاد عينه. الفلوس اللي معاك نصها تحطها في جيبك ونصها تديها للمشرف، عشان لا قدر الله حصل حاجه كده ولا كده تعرف تصرف نفسك. وتخلي بالك من نفسك. تخلي بالك من نفسك. ما تقلقش عليا. يلا سلم على ماما. باي باي. تيجي بالسلامه. ان شاء الله. تعالى هنا فين بوستي. باي باي يا حبيبي. يلا يلا. يلا حاجه اوصلك لها. خد يا حبيبي. تسل يا حبيبي. حاضر يا تيتا. كل يوم. حاضر. لا اله الا الله محمد رسول الله.